المقابل بيقول لك انه يعني نحن اليوم المجتمع اللبناني او وظيفه لبنان مش ليحارب اسرائيل، وخلونا نحن اليوم يعني عم تسمع انه اليوم مساله الحياد وخل يعني مش ضروري اصلا يكون عندنا بشكل نحن نكون بمواجهه لا مع امريكا ولا مع غيرها، بيسلموا بشكل اقل انه لا اليوم اسرائيل والعدو الاسرائيلي، بس انه نحن ليش بدنا نكون بمواجهه مع امريكا اصلا يعني ونبني بشكل هيدي يعني المجتمع او طبيعه النظام ليكون بموقع المواجهه اصلا، طبيعه البلد ما بيحمل. ايه بس ما هيدي النظريه شوي فيها قصور، لانه انت عمليه المواجهه هي تفرض عليك بحكم حاجاتك ومين عم يتدخل بشؤونك. يعني يقال كثير جمال عبد الناصر قبل ما صار الانقلاب والثوره بمصر فعليا وصول العسكري للسلطه تمت مراجعة كل خطاباته السابقة وكل تصريحاته، حتى بأول سنتين كان ذكر الصراع مع إسرائيل على الرغم من قرب النكبة زمنيا على فترة الوصول للسلطة تقريبا غائب، مش لأنه هو ما عنده مشكل مع إسرائيل، بس كان بالأولويات الواقع الملكي بقلب مصر والواقع الداخلي طاغي. وتوصل على السلطة حاجته لحماية نظامه من التدخلات الخارجية ومن أنه حدا يعمل انقلاب عليه، أما التدخل بالمجتمع فرض عليه معادلة ردعية مع إسرائيل ومع غيرها من الدول، في عنده صراع مع الخليج لأنه في عنده واقع محلي عم يجرب يدافع عنه من خلال حضور دفاعي تجاه الخارج. فأنت حتى للي بده يحب الحياد وغيره، اللي هو أنا برأيي يعني من ضروب الخيال يعني، بس حتى إذا بدي أوصل لهالحياد بدي قوة عسكرية قادرة تدافع عن سياسة الحياة، إذا أجا حدا يتدخل بشؤوني قادر يكون عندي أي قدرة ردعية. ولو لبنان بلد صغير ما عم نطلب لا يحارب أمريكا بحرب مباشرة ولا شيء من هالنوع، بس يكون عنده استقلالية ببنيته السياسية والاقتصادية وأيضا المخابراتية اللي هو شغل أمني بيصير. هيدا كله بده ينشغل عليه من قبل حدا، هيدا ما بيصير لحاله. هن شغلتهم دائما يتدخلوا بشؤونك لانه هن عندهم مصالح وعم يتدخلوا من افغانستان وصولا لامريكا اللاتينيه، منه شيء ابدا غريب. بس حاجتك كدوله صغيره مش انك تحمل سلاح لا قد اسرائيل ولا قد سوريا ولا قد السعوديه ولا قد امريكا. نفس المعادله اللي استخدمها حزب الله بانطلاقته، اللي هي انا يجب ان يكون لدي من السلاح ما يكفي مش لانتصر بحرب مباشره على اسرائيل، لا امن قدرتي على الاذى الكافي تيردع اسرائيل من الفكره حتى، لانه رح تعرف اسرائيل ايه عندها طيران ما بقدر نزله، بتقدر تدمر كثير من البلد، بس انا قادر اذيها بمحلات تفكر 100 مره قبل ما تعمل هيك شغله. الدوله اللبنانيه بتقدر تعمل هيك شيء، وفي كثير نماذج عاطت اثنين منهم لدول صغيره بتقدر بحكم محلي تصد شيء اكبر منها. اول مثل كوبا، للي بحب المثل اليساري، كوبا جزيره صحاب بس يشوف على الخريطة ونيجي كوبا وحدا شو فيه نقطة، مش انه حدا اسرائيل مش حدا سوريا حدا أمريكا. بس حواليا ما في بقعة ارض، هو بحر. الثورة والمسلحة المقاومة بوقتها بوجه النظام الدكتاتوري ما قدرت تحافظ على حالها الا ما صارت حكم. هلأ عندها مشاكلها اكيد، هي بحصار هونيك، في حصار فعلي، بس قدرت تستمر تحت هالحصار لليوم من سنة 1956-58. طيب خلينا نروح على مطل كتير بعيد ما بيشبه للي ما بيحب هالنوع من الأنظمة. طيب عمان بالخليج فينا نفهم كيف عمان اللي هي على حدود السعودية وقريبة من إيران بالجو الفلك الخليجي عندها أفضل العلاقات مع إيران وأفضل العلاقات مع السعودية، لبل هي صارت مركز الوساطة بين البلدين، وحتى عندها علاقة مع إسرائيل، وهالشي ما منعها تقدر تعمل أفضل علاقة مع إيران. اللي بده يسمح لك تلعب هيك دور انه ما يجي كلاينت زبون عند احد المحاور هو يتصرف بالحكم من منطلق انه هو زبون عند احد المحاور، لانه ايه اذا بيجي حدا من المحور السعودي بيحكم هيك بالمباشر وكان باجنده سعوديه عم يشتغل ولا امريكيه ولا غيره، اكيد لا راح يقدر يظبط علاقه مع سوريا من انطلاقا من هالجمله التاريخيه، الخوف انه لبنان يستخدم مقر اما ممر لاي عمال بالداخل السوري، وكثير من الانقلابات السوريه التاريخيه انشغلت من لبنان. وبالمقابل اذا اجى واحد كلاينت عند محور 8 اذار عند ايران وكل هذا المحور كمان، كيف بده يقدر يخلق علاقة ندية مع فريق عم يتهمه الخليج اما الامريكان اما مين ما كان انه انت جاي باجندة خارجية لتستخدم لبنان مقر اما مر لضرب نفوذ ومصالح دولة كدولة بتقول انا لني مع بشار الاسد ولني ضده، بعمل مصالح الدولة اللبنانية، لني مع محمد بن سلمان ولني ضده، انا هو دول
وما في منه ماتش فوتبول انه انا بحب الجوفنتوس مدى العمر وخلص بعيش وبموت بحب كل حياتي. في مصالح وهالمصالح تتبدل حتى تجاه الدول القريبه منك مثل مثلا سوريا اللي نحن عندنا حاجه بنيويه لافضل علاقات معها. اذا بدنا نصدر سلعه واحده على هالخليج فما نحكي عن انه سوريا بحد ذاتها. طيب حتى هالدوله لازم كمان البنيه الدفاعيه تبعها تكون اخذه بعين الاعتبار. ماذا لو قررت سوريا تعمل اي عمليه بدك تخلق قدره ردعيه حتى تجاهها لو بدك علاقه جيده معها؟ هيدا كل النظره غايبه. والدوله بلبنان تستخدم بدل مركز للحكم هي مركز يعني كل الاطراف للمتريس. بس عم تقول اللي انت عم تسميهم كلاينتس او 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 زباين. العامل الخارجي هو اقوى بتكوينهم من العامل الداخلي او مصالح الخارج بتكوينهم اقوى طبعا. عندنا رئيس حكومه بلبنان اجى قال انا ما كنت بقبل التكليف لو ما كنت اكيد انه من رسائل غربيه خارجيه ايجابيه بتكليفي. هذا اكبر شاهد يعني مثلا. تخيل يوصل هلا جو بايدن ينتخبه وقال انا ما كنت بقبل اجي لو ما حسيت هيك بالاوروبا ولا حدا له فيه. هذا واقعنا.